النظام المغربي الجبان الحاقد مع الخونه والعملاء الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن. وهؤلاء الخونه والعملاء فيهم للاسف الشديد اغلبيه المتحالفين مع النظام المغربي الجبان ضد الجزائر هم المتطرفين او المتطرفون بقايا المشروع الظلامي الذي فشل في 1992 والنظام المغربي له دور أساسي وكبير جدا في تحريك ودعم وتعطير المشروع الظلامي بداية التسعينات، كلنا يعرف أن قيادة التنظيم الإرهابي الذي خطط لإسقاط الدولة الجزائرية في بداية التسعينات، التنظيم الإرهابي برموزه السياسية والعسكرية. كان هذا التنظيم، هاته القيادة كانت تتخذ من المغرب من الرباط مركزا لقيادتها، نعم. في بداية التسعينات، قيادة التنظيم الإرهابي السياسي والعسكري كانوا مقيمين في الرباط باعتراف قادة التنظيم عندما نجد أن مثل ما يقول العيايدة كان معه ابن عباسي المدني رحمه الله أسامة عباسي كان معه ربح كبير كان معه قيادات كثيرة سياسية وعسكرية من التنظيم الإرهابي الذي ادخل الجزائر في دوامه عنف وفي حرب يعني آه للاسف الشديد قضت على الاخضر واليابس وكادت ان تنهي الدوله الجزائريه اقول الدوله الجزائريه ولا اتكلم على النظام او السلطه اذا النظام المغربي له دور اساسي قديما وحديثا في كل المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر الغريب في الأمر أن هذا النظام الجبان الحاقد حقده وتآمره وخبثه لا يقتصر على عدو الخارجي بين قوسين اللي هي الجزائر أو غيرها أو الشعب الصحراوي المضطهد لأنهم يعتبرون الجزائر بلد عدو مثل ما نعتبر ذلك نعم نعتبر النظام المغربي. أقول دائما النظام المغربي، علينا أن نفرق ما بين النظام والشعب. الشعب المغربي شعب مضطهد يعاني الويلات، مثله مثل الشعب الصحراوي في الصحراء الغربية المحتلة من قبل النظام المغربي الجبان الحاقد. قلت أن النظام المغربي حقده وخبثه ومؤامراته لا تقتصر على خصومه أو أعدائه مثل الجزائر وغيرها. بل يتعدى الأمر إلى حقد ودسائس ومؤامرات فيما بينهم نعم فيما بينهم في العائلة الحاكمة القاء الأخ يقتل شقيقه يقتل أخاه من أجل كرسي أو من أجل الحكم من أجل الملك ملاحظة فقط تاريخية ثم أواصل النقاش شوفوا معايا هذه الصورة هذه الصورة لي مجلة فرنسية اللي هي لو بتي جورنال الفرنسية الصادرة في آه الأحد 6 سبتمبر 1908 ديمونش 6 سبتمبر 1908 من 1908 من هاي باينة أمامنا رقم المجلة طبعا 929 هذا المجلة التي صدرت مثل ما راكم تشوفوا في 6 سبتمبر 1908 تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن أحداث المغرب أحداث المغرب وهروب الملك عبد العزيز أحداث المغرب وهروب الملك عبد العزيز هذه أمامنا هنا الصورة الكاملة في الصورة طبعاً من خلال رسم تقريبي لرسام لانه 1908 ما كانش موجود طبعا الكاميرات او موجود الفوتوشوب او موجود يعني الامور التقنيه كان يعتمد على رسم الرسامين الصوره صوره تقريبيه للملك عبد العزيز وهو يهرب من المعركه بعد حرب طاحنه بينه وبين شقيقه الملك عبد الحفيظ لانه في 1900 بداية 1900 إلى غاية 1908 كانت حرب ما بين الشقيقين نعم حرب ما بين الشقيقين الملك أو الأمير في تلك الفترة عبد العزيز والأمير عبد الحافظ اللي هما جد الملك حسن الثاني وجد الملك الحالي محمد السادس جد جده يعني هو والد محمد الخامس الملوك هذو كانوا متقاتلين من يحكم المغرب من يحكم ملكة مراكش لأنها كانت عبارة عن دولة متقاسمة يعني مشتتة لم تكن توجد دولة اسمها المغرب بل كانت تسمى مراكش سابقا في هذه المملكة تقاتل الشقيقين اللي هما الأمير أو الملك عبد العزيز والملك عبد الحفيظ في المعركة مثل ما تشوفوا الصورة مثل ما قلت تجسد هروب الملك عبد العزيز بعد خسارته المعركة مع شقيقه عبد الحفيظ. إذن الخيانة والغدر والمؤامرة والدسائس والاقتتال كان بينهم قبل حتى ثورة الأمير عبد القادر. فيما بعد دسائس انتقلت إلى دول الجوار على رأسها الجزائر طبعا وساهم الملك المغربي في يعني نهاية جيش الأمير عبد القادر عندما حاصرته القوات الفرنسية من الشرق وحاصرته جيوش النظام المغربي الجبان من الغرب وأصبح جيش الأمير عبد القادر بين فكي كماشة جيش الفرنسي والجيش المغربي حاصروه مما دفع بالأمير عبد القادر إلى الاستسلام حقنا لدماء جنوده يعني هذه حقيقة تاريخية الأمير عبد القادر طبعا بعد ما سقط من أفراد جيشه الآلاف وجد أنه لا داعي لي يعني إكمال كل الجنود أو القضاء على كل الجنود وبالتالي دخل في مفاوضات مع الاحتلال الفرنسي وحدث الذي حدث تعرفوا في التاريخ لكن سبب الرئيس لهزيمة جيش الأمير عبد القادر هو خيانة الملك المغربي وغدره يعني جبنوا وتعرفوا القصة هذا النظام المغربي الجبان أو النظام الملكي الجبان منذ ثورة الأمير عبد القادر وهو يرتب يخطط وينفذ مؤامرات الواحدة والأخرى ضد الدولة الجزائرية القديمة والحديثة والمؤامرات ما زالت مستمره نظام هذا الذي تسلط على شعبه ويعتبر سكان المغرب سكان المغرب اقول عبيد عبيد يعني اعتقد ان الملك الوحيد في العالم الان الذي يركع له الشعب هو الملك المغربي دول الخليج الملك السعودي لا يقبل الركوع لا يقبل ركوع الرعيه الملكة إليزابيث في بريطانيا لا تقبل ركوع الملك تشارلز لا يقبل ركوع رعية وكثير من الملوك أنا الملوك اللي نعرفوهم في العالم صور هذه الانبطاح والركوع والسجود هذه لا نجدها إلا في المغرب لحد الآن على المباشر الغريب في الأمر أنه حتى المسؤولين وزراء ورئيس الحكومة ونواب الشعب يركعوا الملك يركعوا له ركوع 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 وسجود يعني انبطاح هذا النواب اللي مثلوا يعني الشعب المغربي من انبطاحهم من ركوعهم للملك تابعوا معايا ماذا يحدث لا تناقش قوما يصفقون لملك يشرب شربة ماء يعني ما قالش كلمة للأمة أو خطاب أو جملة مفيدة شرب كاس ماء ها جو دورونج بالتفاح جو بالتفاح صف قولي أنا كي الحمد لله الملك شرب جقمه تاع ما قلبت القعد قلبت بتصفاد لانه شرب كسمه او شرب جقمه تاع يسعل يصفقوا يعطس يصفقوا يعني غريب هذا مؤشر لدرجه العبوديه درجه الـ الـ الاحتقار درجة الاهانه درجة الانبطاح التي وصل اليها ممثلي الشعب في المغرب فما بالك بالشعب البسيط مع ملكهم مع حاكمهم واحد يقول لي يا بنزدير ديالو انت واش علاقتك بالموضوع كش ما تسالهم نعم نعم كلام صحيح ما نسالهمش ما نسالهمش لو نشطاءهم واعلامهم لا يتدخلون في الحياة اليومية أو الحياة العادية لرئيسنا وقادتنا. أنا أتكلم وأدافع كرد فعل هذا يسموه دفاع وليس هجوم أنا لا أهاجم نواب الشعب المغربي أو الملك المغربي أو الشعب المغربي أنا لا أهاجم أنا أدافع عن المصلحة العليا لبلادي أدافع على رموز بلادي